هل يكون للصائم غير الحاج نفس الأجر في العتق من النار ومباهاة الله به ملائكة؟ له أجر عند الله، لكن لا نتألع على ربنا عز وجل. حديث جاء في أهل الموقف، في أهل عرفة يدنو ويباهي بهم ملائكة، هذا في الحجيج. أما يعني من وراءهم إن شاء الله يعني فضل الله واسع، وأحسن الظن به وارجه خيرا. لكن لست جازما أن نفس الذي يحصل عليه الحجيج في عرفة تحصل عليه أنت هنا. هذا مقام وهذا مقام، بارك الله فيك، ولا حرج الله يجزيك الخير، يعني أن تؤمن في فضل الله وأن تحصل.